طبعا احنا رمضان بالنسبه لنا ما بيجيش غير لما بنسمع اغنيه رمضان جانا، دي من التراث المصري وحاجه كده ثابته بالنسبه لنا، بنشوف الرؤيه من هنا وعلى طول بتلحقها بهذه الاغنيه للفنان الكبير محمد عبد المطلب. في احد اللقاءات كان بيقول ان الاغنيه دي هو اشتراها بكام؟ اشتراها ب 6 جنيه من المطرب احمد عبد القادر، لانه وقتها كان مقدم اغنيه وحوي يا وحوي للاذاعه، وكانت الاذاعه بتمنع ان حد يغني اغنيتين في نفس الوقت، فاشتراها هو منه بكام؟ ب 6 جنيه، ولم يكن يعلم طبعا ان هي هتفضل عايشه معانا طول هذه السنوات. كان بيقول كمان انه لو الاغنيه دي لو على كل مره اتسمعت فيها او اتعرضت فيها انا خدت جنيه كان زماني بقيت ملياردير. بالمناسبه اتقدمت قبل كده وقدمها المطرب محمد شوقي، لكن ما خدتش النجاح اللي احنا شفناه دلوقتي، تحولت بالفعل الى تراث رمضاني، ومعها كمان مجموعه كبيره من الاغاني زي مرحب شهر الصوم وهاتوا الفوانيس يا اولاد وكمان اغنيه وحوي يا وحوي، اغاني كتيره بتخلي اجواء رمضان كلها فرحه وبهجه بايام الشهر الكريم. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for. رمضان له تراث مميز من الأغاني الشعبية، ورغم تطور عالم الموسيقى والطرب، تظل الأغاني التراثية هي الأبرز، وكأن الصيام لا تكتمل روعته وصفاؤه إلا بها. من أبرز تلك الأغاني رمضان جانا، وهي من أكثر الأغاني التي تملأ الأجواء بهجة بصوت الفنان الراحل محمد عبد المطلب وكلمات حسين طنطاوي ولحن محمود الشريف. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان، خلوا قولوا شهر بطوله، خلوا قولوا أهلا رمضان. أيضا أغنية مرحب شهر الصوم بصوت المطرب الراحل عبد العزيز محمود، وأغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد للفنان الكبير محمد فوزي التي شاركه في غنائها الأطفال، ليرددوا وراءه كلمات الأغنية التي ألفها عبد العزيز سلام ولحنها محمد فوزي. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف تعريس يا ولاد، حنزف تعريس. ومن الأغاني المحببة للجميع أيضاً أغنية حلو يا حلو لصباح، وأغنية سبحة رمضان لولي ومرجان لفريق الثلاثي المرح وفاء وصفاء. لقائمة الأغاني التراثية أيضاً أغنية شريفة فاضل تم البدر بدري التي تبكي العيون في وداع شهر رمضان حين تسمعها، وأغنية يا بركة رمضان خليكي في الدار التي غناها المطرب محمد رشدي. يا بركة رمضان خليكي في الدار خليكي. وحوي يا وحوي إياحة أنشودة رمضان الخالدة كتبها الشاعر حسين حلمي المنسترلي وتغنى بها المطرب أحمد عبد القادر، وكذلك تغنى بها الشعب المصري وأصبحت تعبيراً عن الفرحة الرمضانية. رحت يا شعبان وحوينا الدار جت يا